اهلا بكم مره تانية ولسه مكملين معاكم مشاهدينا الكرام، وانضم لنا ضيفنا الفنان الجميل سامح عامر في البرد الجميل دوت. نقول له ازيك يا سامح، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كل سنه وانت طيب. سامح وانت طيب يا رب، كل سنه وانت طيبين يا رب. تمام، اهلا بيك، وان شاء الله سنه سعيده عليك باذن الله تقدر تحقق فيها كل حاجه. انا حابه بقى، ايه رايك استاذ وليد نتعرف على سامح اكتر من خلال نسمع على طول؟ ايه رايك سمعنا ايه كده على طول؟ عشان هغني اغنيه، اول اغنيه عملتها اغنيه اسمها اسالها يمكن بتاعتي. اسالي اسالها يمكن. اسالها يمكن. يمكن يمكن أوكي. ايه يمكن ما تعرفناش. لا اغنيه بتتكلم عن الدنيا عامه يعني. مين اللي كاتب الكلمات والالحان يعني؟ اللي كاتب الكلمات محمد عبد السلام وبلال عباس، والحاني والحان بلال عباس برضه. والله طب كويس. هي يعني مصوره عامه. شوف يمكن ايه بقى. اتفضل. طلعت عرفتكم في الاخر ولا لا؟ لا ما عرفتش برضه. بس هو سالها. اه ده اهم حاجه، اهم حاجه ان الانسان يواجه يعني يسال، عشان ده على فكره يعني شيء مهم جدا في حياتنا. استاذ وليد، عايزه اتكلم عن المواهب الجديده اللي بيتم اكتشافها من خلال وسائل الاعلام المختلفه، واحنا شايفين دلوقتي قد ايه بقى في مسابقات بيتم يعني الاعلان عن مواهب. الحقيقه يعني عايزه اقول ان احنا مصر فيها مواهب جميله جدا، بهني كل الاصوات الحلوه اللي بتظهر من خلال المسابقات اللي بتظهر على الشاشات بشكل عام. الاعلان المفروض يتبنى المواهب دي ازاي؟ ايه اللي يقدمه لهم؟ ايه اللي يعني يوفره ليهم في 2016؟ بصي، انا عايز اتكلم هنا عن عايز افرق بين الاعلام الرسمي اعلام الدوله سبيرو والقنوات الخاصه. طبعا القنوات الخاصه بتركز على النجوم وبتستضيف النجوم، وده له بعد تجاري وكده، لكن
شاشة التلفزيون المصري هي الشاشة المعنية بأنها توجه الضوء للمواهب المصرية. مصر مليانة مواهب في كل المجالات ودي شاشتهم، يعني شاشة التلفزيون المصري هي شاشتهم، وهي المكان اللي لازم يظهروا منه، وهي المكان اللي لازم يتعرفوا منه. فده دور مهم جدا. بقول لكل زملائنا اللي بيشتغلوا في الإعداد، اتعب ودور وابحث عن المواهب واعرضها عندك في برنامجك على شاشة التلفزيون المصري، لأن ده دور مهم جدا ومهمة جدا للإعلام الحكومي، أنه هو يتبنى المواهب ويقدر يوصلها لمكان تبقى معروفة وتظهر. والدور ده من بداية إنشاء التلفزيون والإذاعة المصرية كان دور مهم، وهو اللي طلع يعني من خلال التلفزيون المصري والإذاعة كل النجوم اللي احنا شايفينهم دول أكيد. خرجوا وبدأوا، وده مهم جدا. وعايز هنا أتكلم عن تجربة أنا رصدتها في 2015، عودة المسرح الكوميدي تاني. في تجربة مهمة جدا احنا شايفينها، تياترو مصر ومسرح مصر، تجربة مهمة جدا. لكن انا يعني مش فاهم ليه مثلا وزارة الثقافة، ليه كاتب وزير الثقافة سيد حلمي نمنم مش شايف وما بيدرسه وما عندوش غيرة انه يعمل التجربة دي في مسارح الدولة؟ ليه الناس بتروح تدور على تذاكر ما بتلاقيهاش؟ وليه الناس النجاح رهيب؟ انتوا مش متخيلين ان محدش يقدر يجيب تذكرة دلوقتي، لانه صحيح كلنا الحقيقة مش عارفين نجيب تذاكر. هي دي اللي انا بتكلم فيها بقى استاذ وليد، ان احنا يا جماعة ممكن حتى الشاشة تكون مصدر ان لفت انتباه، نقولهم يا جماعة في حاجة حلوة نوروها استغلوها سوقوها صح. للأسف ده ما بيحصلش مش في المجال الفني بس، انا بتكلم على كل المجالات. احنا بنبرز الشخصية، لكن على حضراتكم ان انتوا تسوقوها صح وتستفيدوا منها بشكل جيد. يعني مسرح الدولة فين؟ مسرح ليه ما يبقاش فيه مسرح للشباب دول يعرضوا كل يوم طالما في اقبال على التجربة والتجربة؟ وانا بشوف حتى التصوير التلفزيوني للاعمال دي، انا مش عارف ولا حد من اللي بيمثلوا بصراحة مع احترامي ليهم كلهم، لكن مستمتع جدا، وعروض جميلة جدا، وعروض مش مكلفة خالص. المفروض ان الدولة تتبناها كمان. تلفزيون اتحاد الإذاعة والتلفزيون عنده مسرح، في مسرح التلفزيون ده مشروع مهم صحيح. جدا، وممكن مسرح التلفزيون يفيد دلوقتي جدا في حاجه زي مسرح التلفزيون دلوقتي تمام. ممكن يقوم بالدور ده ويبني فرق زي زمان، ويقدر يطلع ويقدم العروض يتبنى المواهب. تمام، انا شايف سامح بارد خالص، يعني انت بردت خالص، ده انت قاعد بالتكتك. لا لا نسخن كده وغني لنا اغنيه حلوه كده تاني، نسخن شويه. اوكي عايزين في اغنيه مطلوبه بالاسم، كان اسمها شيكادوم تقريبا. اغنيه شيكادوم. طب ممكن نسمعها؟ اوكي اغنيه بالتركي عامه. تمام تركي جميل. Başkas olma kendin ol, bayılacaktı her güzelsin. Ya gel bana sahici sahici, ya da anca gidersin. Anasının kuzusu, Jerry'min kocası. Küz bünüyünce kasu, köz hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Aynım şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım, aynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayip. Aynama şıkıdım şıkıdım, aynama şıkıdım şıkıdım, aynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayip. Ne dili ne de divanim, biliyorum sonurum. Sanma uğruna viranim, ben midim uyunurum. Ne dili ne de divanim, biliyorum sonunu. Sanma uğruna viranim, ben midim uyununu. Aynama şıkıdım şıkıdım, yeah baby şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım, ah yanar döner acayip. Aynama şıkıdım şıkıdım, yeah baby şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım, ah yanar döner acayip. Anasının kuzusu, Jerry'min kocası. Küyüz bunun jakası, kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi?
Hepsi senin mi? Aynı mı şıkıdım şıkıdım? Aynı mı şıkıdım şıkıdım? Ye bebe şıkıdım şıkıdım? Ah yanar döner acayip. Aynı mı şıkıdım şıkıdım? Ye bebe şıkıdım şıkıdım? Aynı mı şıkıdım şıkıdım? Ah yanar döner acayip. Ne deli ne de divaneyim, biliyorum sonunu. Sanma uğruna viraneyim, beğenmedim uyununu. Ne deli ne de divaneyim, biliyorum sonunu. Sanma uğruna viraneyim, beğenmedim uyununu. Aynı mı şıkıdım şıkıdım, ye bebe şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayip. Aynı mı şıkıdım şıkıdım, ye bebe şıkıdım şıkıdım. Aynı mı şıkıdım şıkıdım, ah yanar döner acayip. Ah yanar döner acayip. درس تركي صح؟ الحمد لله. لا تمام. مش موضوع درس تركي، الموضوع ان انا جيت فتره طويله عليا، كنت اللي هو يعني تعمقت في الموضوع ده قوي، وكان ليا اصدقاء يعني دارسين تركي كنت بتعلم منهم يعني. احنا بنشكرك جدا يا سامح، بجد نورتنا. انا كنت اسعد وبنشكرك على الاغنيات اللي قدمتها لنا، وان شاء الله 2016 كده تقدر تكون خطوات ايجابيه في حياتك الفنيه باذن الله. ان شاء الله. شكرا ربنا يشكرك جزيلا، نورتنا. بشكر كمان الكاتب الصحفي وليد الشرقاوي، نورتنا. شكرا جزيلا لوجودك معانا، وكل سنه وانتم طيبين. وانتم طيبين. بكده نكون انهينا اول حلقه في 2016، لكن مستمرين معاكم كل يوم يا رب باذن الله، ودايما معانا فقرات جميله في مصر جميله. بشكركم، الى اللقاء.